مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا، صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الامل، صباح العطاء، صباح الخير وسلام للجميع. اليوم بدي اجيب لكم خبر هيك سريع وحلو وبسيط وان شاء الله فيه تفاؤل، مع اني مش متاكد منه وهذا كلام، بس حنقول لكم اياه. في عالم بيولوجي او كيميائي من ستانفورد يونيفرسيتي، وهي من احد اعرق الجامعات في العالم، هي جامعه في امريكا، اسمه مايكل ليفيت، حكى في تصريح اول البارحه انه باعتقاده انه هذا الوباء سينتهي ان شاء الله، وهذه التوقعات حسب دراسته لهذا الفيروس. وللعلم هو تنبأ بالارقام اللي موجوده في الصين، وحكى انه الصين ستصل الى 80 الف تقريبا في بدايه هذا، في شهر واحد اي ثينك هو تنبأ، وان الوفيات ستصل الى حوالي 3500، وفعلا عدد المصابين هم 81 الف، يعني قريب كثير من الرقم، وعدد الوفيات 3300 ألف، فالرقم برضو قريب كثير من الأرقام اللي تنبأ فيها. مايكل ليفيت طبعا حاصل على جائزة نوبل قبل 4 أو 5 سنوات، 2013 بالضبط، وهو من العلماء اللي كثير يعني ناس بتعتمد على كلامهم وبتهتم فيه. فإذا صح كلامه، يعني أنا حاط لكم رابط الحديث تبعه، إذا صح كلامه فهذا خبر جيد، وإن شاء الله يدعونا للتفاؤل. المهم الآن إنه نتبع الإجراءات اللي بتطلبها منا الحكومة، نحاول نجلس في البيت، نحاول إنه نقي أبناءنا وأنفسنا من هذا الفيروس، وأكيد أكيد أكيد نغسل إيدينا، social distance، عدم لمس الوجه، عدم الخروج في الخارج، والاستماع دائما بحكي للمصادر الموثوقة للمعلومات اللي إحنا بنستخدمها. خبر سريع جدا، إن شاء الله ما يكون ثقيل عليكم ويكون هيك درافع للمعنويات، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة وفيديو قادم. سلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.